في مؤشرات هذا الصباح الاقتصادية اتجه الدولار نحو التراجع لرابع جلسة على التوالي مقابل اليورو اليوم الاثنين، حيث صعدت العملة الأوروبية الموحدة إلى دولار و1.087 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 9 أشهر عند 1.088 دولار. وساعد اليورو في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية. أما أسعار النفط فقد تراجعت اليوم في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، ولكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط هذا العام. خام غرب تكساس البسيط تراجع إلى نحو 81 دولارا للبرميل بعد مكاسب أسبوعية شهدت تحقيق الخام الأمريكي أعلى إغلاق منذ منتصف نوفمبر. إلى بريطانيا مشاهدينا، قال رئيس جماعة تمثل أصحاب الشركات في بريطانيا اليوم الاثنين إن بريطانيا تتخلف عن نظيراتها في السباق لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنه يتعين على رئيس الوزراء ريتشي سونك التحرك الآن لتعزيز الاستثمار وسط النقص في الأيدي العاملة وتجنب حدوث فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشاد المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني توني دانكر بسونك لنزع فتيل أزمة الميزانية المصغرة التي واجهتها رئيسة الوزراء السابقة لستراس العام الماضي، لكنه قال إنه لا يجاري إصلاحات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يعلن وزير المالية جيريمي هانت إجراءات داعمة للنمو في بيان الميزانية خلال مارس المقبل. كانت هذه المؤشرات التي اخترناها لكم هذا الصباح، بقي فقرتنا متواصلة بعد هذا الفاصل.